الأمل لجيل جديد من شباب لبنان والمنطقة ومن أيلول 2018 سينعمون بتجربة جديدة من الامتياز في التعليم ريادة الأعمال في العالم وذلك من خلال برنامج HEC-Entrepreneur هنا في قلب بيروت هذا الحلم يراودني وهو تطوير هذا البرنامج في لبنان للمساعدة على المساهمة في خلق الوظائف التي نحن بأمس حاجة إليها فإن هذا البرنامج سيضع لبنان في قلب العالم الابتكار الخبر السار هو أن طلابنا المحرومين أيضاً والذين لم تبتسم لهم الحياة سوف يستطيعون الالتحاق بهذا البرنامج بفضل المنح التعليمية اليوم مع وجود الHEC الجامعة الفرنسية العريقة التي تأتي في طليعة الجامعات في العالم المتخصصة في تخريج رواد أعمال في مجال التجارة وإدارة الأعمال فإننا نكون خطونا خطوة متقدمة لترسيخ موقع لبنان كمركز إقليمي أكاديمي واقتصادي اليوم يمكن بمنطقتنا الناس مشغولين ببعض الحروب ولكن جاهلين أنه فعلياً السلاح الوحيد اللي ممكن يحمي أي إنسان هو العلم. France est très heureuse de soutenir ce programme. Le partenariat que nous scellons aujourd'hui entre l'ESA et l'une des plus prestigieuses, peut-être la plus prestigieuse des écoles de commerce française HEC, constitue une nouvelle étape pour conforter le rôle du Liban comme capitale de la formation entrepreneuriale dans la région. Ce master HEC-Entrepreneur est en effet le premier diplôme spécialisé en entrepreneuriat au Liban. Tout ce qu'on pourra faire pour renforcer les liens entre la France et le Liban au travers de l'éducation, ce sera des choses que dans des générations nous serons remerciés, mais au titre des fonctions que nous exerçons, pas à titre personnel bien entendu. وهذا شيء نحن فخورين كثير جدا فيه وإن شاء الله هذا المشوار ينجح معكم مثل نجاحاتكم في كل العالم ويعطيكم العافية شكرا